نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير من ميدان المرموم ومن تحفة ميادين السباقات ومن دانة الدنيا دبي ومن مهرجان إكسبو 2020، آخر أيام انطلاقات هذا المهرجان وخامس أيامه نعيش في هذا المساء مع انطلاقة شعارات أبناء القبائل على أرضية ميداننا الذكي في رحلة 8 كيلومترات، انطلق شوطنا السابع للذلل. نتمنى التوفيق لكل الشعارات والأسماء القادمة والمشاركة على أرضية هذا الميدان. مباشرة انطلق إلى مقدمة هذا الشوط، نطالع دائما الصدارة والمقدمة وجبارة على المركز الأول. سيب مطر بن محمد بن ضبيعة الاشتبي يتقدم هنا على المركز الأول مقدما جبارا في أول الأسماء الباحثة عن ناموس هذا الشوط. النقلة للمركز الثاني، وأتابع القادمة الشاهينية سيب بن سويدان بن حضير الاكتبي القادم على المركز الثاني. النقلة للمركز الثالث، والضبي القادمة في هذه اللحظات عبد الله بن سالم بن علي الخاصوني الاكتبي القادم على ثالث المراكز، والمركز الرابع هنا القادمة نجلة سيب بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي شعار ممثلها للمدام الدائم. يأتي هنا بن كليب مقدم النجلة على المركز الرابع. المركز الخامس واسمية القادمة في هذه اللحظات، سعيد بن سهيل بن سلم العامري يتقدم في هذه اللحظات مقدما واسمية في هذا الانطلاق. نتابع الأسماء، نتابع المركز السادس واللي وصلت وتسللت في هذه اللحظات بشعار مكتشف دستور. يأتي هنا مع شخصية مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي ينطلق مقدما شخصية في هذا المساء ما شاء الله. المركز السابع، نتابع السائحة القادمة في هذه اللحظات، وحمدان بن علي العويسي قادم هنا راعي فوضى في هذه اللحظات مسببا هذه الفوضى في هذا المساء وفي هذا الانطلاق مع انطلاقة السائحة على المركز السابع. النقلة للمركز الثامن، وأطالع هنا انتباه القادمة سلطان بن محمد بن خليفة الشامسي القادم على المركز الثامن وتاسع المراكز، غزلان غزلان سعيد بن أحمد بن هدفة العامري قادم العامري وبن هدفة مقدما غزلان. المركز العاشر، المركز العاشر هنا القادمة جبارة بشعار ند الشبا وقطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. هكذا هي النتيجة، هكذا والنداء الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة على أرضية هذا الميدان. نتابع الأسماء القادمة والشعارات القادمة في هذا المعترك المسائي ما شاء الله في يوم الختام، ختام مهرجان إكسبو 2020 مع انطلاقة الحولي والزمول في مسافتنا 8 كيلومترات. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة وأول حزام في 8 كيلومترات. نغادر في هذه اللحظات، لحظات يترقبها الكل متابعينا
مشاهدينا الكرام وشخصية على المركز الأول غيرت من المركز السادس إلى مقدمة هذا الشوط، قادمة من زاخر مقدمة كل التحديات مع هنا مكتشف دستور مبارك بن راشد بن علي بن متاح الشامسي يتقدم على المركز الأول قائدا لمسار هذا الشوط. يا مقدم العديد والعديد من الأسماء في عالم سباقات الهجن هذا الشعار. نتابع المركز الثاني الشاهينية قادمة سيب سويدان بن حضيرم الكتبي حضر بن حضيرم مقدما السلالة الشاهينية المحلية ما شاء الله. المركز الثالث هنا بالضبيع ومالي نزوة وهل نزوة يتابعون يا ابو مطر سيب مطر بن محمد بن ضبيع الاشتبي قادم مقدما جبارة بجبروت هذا الشعار وانجازاته وتاريخه في ميادين الخليج قادم مقدما جبارة بن قطامي وند الشبه ما شاء الله قادم هنا في هذه اللحظات جبارة قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. نتابع المركز الخامس شعار محمد بن احمد بن شاوي الغفلي القادم في هذه اللحظات مقدما هذه الانطلاقات مقدما انطلاقاتي وتحديات مخيفة في هذه اللحظات. اول ندى المخيفة هنا على المركز الخامس النقل الى المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام بعد مغادرتنا لمنتصف المسافة. هنا الاربعة كيلومترات الشامسي القادم على المركز السادس هنا ويقدم انتباه الكل منتبه اليوم سلطان بن محمد بن خليفة الشامسي قادم مقدما انتباه على المركز السادس سابع المراكز وسمية قادمة ما شاء الله بالسلمي ومفاجاته بالسلمي وانطلاقاته سعيد بن سهيل بالسلمي العامري يقدم وسمية على المركز السابع ثامن المراكز هذه غزلان هل سيصيب الهدف اليوم بن هدفة قادم سعيد بن احمد بن هدفة العامري يقدم غزلان راعي الشبل قادم هنا في هذه اللحظات والشبلة يقدم شوق 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 وأول ندى لشوق سالم سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي قادما في هذه الانطلاقات والتحديات شعار بوزايد يأتي هنا محمد بن سالم بن علي العويسي محمد بن سالم بن علي العويسي مقدما انطلاقات السايحة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة هكذا هي العشر بعد مغادرتنا للوحة الثلاثة كيلومترات ما شاء الله. نتابع الأسماء نتابع الشعارات القادمة في هذه اللحظات. الرقص مع الكبار دائما يأتي مع هذه النوعيات والسلالات المتميزة ما شاء الله والأصايل المنطلقة على أرضية هذا الميدان. أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة والمنعطف الأخير بدأنا نغادر هذا المنعطف هنا بتحديات وانطلاقات شخصية شخصية على المركز الأول بشخصية هذا الشعار بتاريخه وإنجازاته تتقدم على المركز الأول. مبارك مبارك يا أبو راشد بن مرتاح الشامسي يتقدم على المركز الأول مقدما شخصية في بداية هذا الانطلاق. المركز الثاني القادم على المركز الثاني والمنطلقة في هذه اللحظة والقادمة هنا الشاهينية سيب بن سويدان بن حضيرم الكتبي قادم على المركز الثاني والمركز
ثالث جبارة بن قطامي، قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي سويدي. وين موقعنا؟ غادرنا 2 كيلومتر مدرج الهبوط تدريجيا إلى خط النهاية، إلى ناموس هذا الشوط. لمن هذا الشوط؟ لمن يبتسم في اللحظات الأخيرة. جبارة على المركز الرابع، شيب بن مطر بن محمد بن ضبيع الشبي قادم وشعر مشاوي قادم في هذه اللحظات، وبن دري وبن كليب وكذلك بن هدف العامري مقدما غزلان القادمة في هذه الانطلاقات، وكذلك القادم شعار ياتينا في هذه اللحظات يتقدم في هذه الانطلاقات والتحديات وفي هذه المناورات المسائية. ما شاء الله، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى شخصية على المركز الأول، شخصية على الصدارة. بدأت تغادر، بدأت تحلق في سماء هذا الميدان، هنا تتكلم بلغة الكبار في حضور هذه الشعارات العملاقة على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات، مهرجان إكسبو 2020، آخر أيام هذا المهرجان والكيلومتر الأخير. يا أبو راشد، يا أبو راشد، هل زاخر، هل زاخر يتابعونك على البث المباشر، على البث المباشر هنا في هذه الانطلاقات على قنوات دبي ريسنج الناقلة، ناقلة هذه الأحداث. نتابع بن قطامي القادم مع جبار قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي وبن حضيرم قادم في هذه اللحظات، من سويدان بن حضيرم وبن دري قادم، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. ما شاء الله، والعصا في الإبطان بدون يوام، بدون أي تعليمات، راحت وراح الشوط معها في هذه اللحظات، والموكب يبري لها من اليمين ومن اليسار. سلام زاخر، سلام، سلام بمتاح، سلام يا مكتشف دستور. ما شاء الله، الاسم الشهير اللي قدمه في عالم سباقات الهجن هو دستور، يكفي يا بمتاح، هاي شخصية بدون أي أوامر. شكرا يا البرواني، سلام يا بن مفتاح، ها هي شخصية والعصا في الإبطان. هنا تصل محتفلة بهذا الناموس، هالي زاخر يحتفلون بهذا الانتصار. تهانينا والناموس لمبارك، يا حلو أخبارك يا أبو راشد بن مفتاح الشامسي. مشكور يا بن علي. المركز الثاني وصل شعار الشبل هنا مع انطلاقة شوق سعيد بن سالم بن دري الفلاحي وشعار بالشاوي على المركز الثالث. المركز الرابع جبار قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، والمركز الخامس شعار كذلك الشبل مع مريفه سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي. هكذا هي النتيجه، هكذا هي الانطلاقات، هكذا هي التحديات. ما شاء الله، عودة مع التوقيت ولحظات وسهول. شخصية قاطعت 8 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 39 بالوفاء والتمام. سلام زاخر، سلام، وسلام إلى بن علي وإلى بن متاح، من أتى بهذه النوعية. ما شاء الله، مكتشف دستور يغادر بسابع أشواطنا في هذا المساء ضمن انطلاقات مهرجان إكسبو 2020. المركز الثاني 12 دقيقة 47 9 أجزاء من الثانية، هذه اللي وصلتنا بشعار سالم بن أحمد بن دري سعيد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي شوق اللي وصلت على المركز الثاني والمركز الثالث. محمد بن احمد بشاوي الغفلي وصل مقدما مخيفه 12 دقيقه 48 3 أجزاء من الثانيه وتوقيت الزمني. تانينا والناموس.